مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعة مباشر. معايا الحاج عز من أسوان، اتفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سامح؟ الحمد لله يا حاج عز، أهلا بيك. الله يكرمك، الله يبارك فيك، كل سنة طيبة وأنت يا مريم. وحضرتك بالصحة والسلامة، ربنا يكرمك. أنت بتتكلم في موضوع المواشي والثروة الحيوانية، فإحنا في أسوان هنا في أمراض كانت عندنا وما زالت شغالة يعني برضه شوية، بس خفت على أول. فاحنا يعني يا ريت برضه بالتوعية عندنا في الوحدات البقرية بالتطعيمات، لان الناس بعد الفترة اللي فاتت دي موضوع الامراض دي برضه ابتدت تسأل على موضوع التطعيمات والتحسينات. يا ريت برضه هنا الوحدات دي تقوم بدور اكبر من كده شوية، يبقى في توعية عندنا، بحيث انه الامراض دي بصراحة يعني كلفت الناس كثير حاليا السنة دي، في حالات نفوق كثيرة حصلت، فالناس برضه عايزة ايه. بص انا هكون صريح مع حضرتك جدا. السنة اللي فاتت حصل تقريبا 4 حملات للتحصين ضد الحمى القلعية. واحنا حصن، انا واحد ناس انا محصن وعندي ارقام وعامل بطايق وكله. طيب يعني كده الوحدات البيطرية قايمة بدورها. تمام. بس في نقطة حصلت مهمة جدا لازم ان احنا نبقى حاطينها في بالنا واحنا شغالين. الناس لما كانت قلقانة من الحمى القلعية عشان حصل في مشاكل السنين اللي فاتت، كانوا بيتسابقوا ان هم يحصنوا ضد الحمى القلعية. تمام؟ لانه خايف، قال لك حصل نفوق وناس كان عندها مشاكل فانا هحصن. فلما جت الاطباء البيطريين بيتكلموا عن الجلد العقدي، الناس قالت لك لا ده مفيش مشاكل منه. ومحدش حصن. اللي حصن عدد قليل. تمام. الجلد العقدي بيهاجم كل 3 سنين. تمام. وبالتالي لما احنا ما حصلناش عشان احنا مطمنين ان هو ما بيجيش، لما جت الاصابه لقت ان مفيش حائط صد. فاحنا كمربيين المفروض نعمل ايه؟ انت بتقول لي انا مسجل ومرقم ومعايا بطاقه. البطاقه دي موجود فيها البرامج التحصين ومواعيدها. حضرتك لازم تلتزم بيها كلها، ما نحصنش ضد حاجه ونسيب حاجه. لان انت بتعمل برامج للوقايه، انت بتحافظ ضد الاعداء المحيطين بالثروه الحيوانيه بتاعتك كلها. ما ينفعش اقول هحصن ضد الحمى القلعيه ومش هحصن ضد مرض اخر تاني. الامصال واللقاحات موجوده في الوحدات البيطريه. ودايما بقول لو في نقص او عجز او مشكله عندك ما تسكتش، اتصل بمدير مديريه الطب البيطري، كلم الهيئه العامه للخدمات البيطريه. انت بتكلمونا في اي وقت على مدار اليوم، حقكم محفوظ. لازم تحافظوا على الثروه الحيوانيه بتاعتكم، لان انت راس مالك كله فيها. انت النهارده أكيد. اقل قطعه بكام؟ اقل راس ماشيه بكام؟ يعني في ب 18 و 19 و 20. طيب يعني 15 يعني برقم. اه برقم، ما بقتش يعني حاجه يستهان بيها. لا لا، فخلي بالك الخدمه متوفره. لا قدر الله اي مشكله قابلتكم تتواصلوا معانا او مع يا سامح. انا بقول لك ليه كده، لان انا في القريه اللي فيها قريه السلسله ما فيهاش وحده بيطريه، فاحنا يعني المسافه بيننا وبين اقرب وحده لينا ففي مسافات هنا، فبرضه القريه انا بكلمك واحد ناس بقول لك انا ملتزم. السلسله انت بتتكلم على قريه السلسله ما فيهاش وحده بيطريه؟ لا ما فيهاش وحده بيطريه. اقرب وحده بيطريه ليكوا على بعد قد ايه؟ احنا تبع كومبو. بينك وبينها كام كيلو؟ يعني بتاع 10 كيلو 11 كيلو. طيب دي هنتكلم فيها مدير مديريه الطب البيطري ونشوف ازاي هو بيقدر يغطي المنطقه دي. هو بيجي بدينا في ايام الحملات بدينا يوم في الاسبوع تقريبا، يعني بيعمل جدول هم الناس منتظمين، بس مش بيكفوا ومش بيش. خلي بالك انا الاستاذ عزيز معانا في رئيس تحرير البرنامج من عندكم في كومومبو، بيقول لي ده هي المسافه كلها 5 6 كيلو بيتمشاها كل يوم. لا 10 كيلو يا استاذ عزيز. هو بيقول لي بتمشاها كل يوم اهو. قاهرة السلسلة لها 10 كيلو، فهو المشكلة فين الساعة؟ هيجي لك النهارده، خلي بالك هيجي لك. يا ريت يشرفنا والله، يشرفنا. ربنا يكرمك، أي حاجة أنت محتاجها تواصل معايا، بشكرك. ماشي.